ومجاهداتها في إريتريا ويعني في كل مراحل حياتها هي ما قصرت أبدا، كانت يعني أحسن من الرجال، وشكرا لها. ونحن الحقيقة نشكر جدا الإمام الصادق على المعارضة الموضوعية وحزب الأمة يعني بتاريخ الطويل نشكرهم. لكن والله يا أستاذة أنا يعني بأمانة أنا في حزب الأمة بشوف إنه يا أخي حزب الأمة انقسم إلى أكثر من كم مجموعة، أنا I don't know exactly 5 6 4 كويس. الناس كانوا يا أخي جاهد منذ أمد بعيد في الحزب، فما في، أنا شايف إنه في محاولات مثلا لجمع الشمل ولم الصف، وما نقول إنه الناس زي والله يا أخي ما عندهم وزن، ده كلام يعني مهما كان ما أنا ما 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 مقتنع به إنه ما عندهم وزن. إن شاء الله ما عندهم وزن طالما هو فرد وكان معكم في حزب الأمة مثلا منذ 20 30 سنة، عوايد ناس ما يدبوا ناس مبارك الفاضل وناس مين ومين. يا أخي يجب أنكم تجمعوا الشمل بأي طريقة، وحكمة الإمام الصادق ممكن يعمل عملية نمرة 2. والله بسأل الأخت مريم معليش وأرجو أن يتسع صدرك لما سأقوله، بيتك عبد الرحمن الصادق هو وين؟ هو وين؟ في الحزب ولا برا الحزب؟ بأمانة المواطن العادي ده لما نجي يلقى إنه مثلا عبد الرحمن الصادق وولد محمد عثمان المرغني مثلا إيه؟ قاعدين في القصر والصادق بيناضل من هنا ضد إيه؟ الجماعة دي. فالإنسان سؤال بديه يعني كيف يعني هو مثلا إيه؟ يعني لا يستقيم كلام واضح يعني أفتكر كلامي ده بقى واضح يعني. طيب ونمرة 3، أنا بس عشان أشرف قال 3 دقائق بحاول إنه بيختصر الموضوع ده. يا أخي المعارضة حزب الأمة والاتحاديين والجماعة دي يا أخي ما قدروا تعملهم قناة فضائية 25 سنة، الليلة حيخرج يجي يعمل لك قناة فضائية، 30 مليون سوداني ملتفين حوالينه كويس. فما أعرف ليه مثلا الإعلام ضعيف جدا جدا كويس عند المعارضة بحيث إنكم إيه يعني بالنهاية كنت عندي جماعة. شكرا جزيلا يا أخي، بارك الله فيك. فرصة عند الإخوات ما أعرفها، تفضل الإخوات. السلام عليكم. شكرا لك على محمد علي. في الأول برحب بالأخت الكريمة مريم وبنقول لها أهلا بك في دارك. وإحنا السودانيين طبعا أصلا بيبطلنا بنفسي بدراسته والبداوسنا زي ما قالوا بنحتز له، فحقيقة كل الشعب السوداني اطلع من السودان بيطوعوا اختياره ولا طلع هو مغلوب على أمره، طلع من وطنه ولا زال يحمل وطن في داخله. فنحن بالرغم من المآسي يعني ما يمكن يكون عمري بالعمر الكافي لأني أكون تشربت أو اتذوقت كثير من المآسي، لكن حقيقة بتكلم عن نفسي إنه جميع الأحزاب بمختلف أنواعها أنا بالنسبة لي ما مهمة، لأنه أصلاً الأحزاب ما قدمت حاجة ملموسة ولا شاركت ولا ساهمت في علاج ولا في حل مشكلة. وحتى الحزب الحاكم الحالي اللي هو المؤتمر الوطني هو لم يكن نبت شيطاني، هو أداة نتاج لسياسات قديمة ومتجذرة سواء كانت من حزب الأمة ولا كانت من الاتحاد الديمقراطي ولا كانت من المؤتمر الشعبي. كل الأحزاب المختلفة هي ما مقنعة من وجهة نظري، إنه
احنا لو عايزين نطلع من المشكلة او السودان عايز يطلع لبر الامان محتاجين لعقول وافكار ناس بمختلف الوانها واطيافها ما لها اي انتماء سياسي او حزبي. فنحن بالطريقة دي ممكن نكون نقدر نخط اراء وطروحات ممكن تعالج او تساهم فينا نقدر نتخطى المرحلة. لكن اذا كانت المرجعية هي الاحزاب فمن وجهة نظري انه المشكلة لا زالت قائمة. والسلام عليكم. شكرا جزيلا. لدي فرصة من خمسة للأخ عبد العزيز يابو. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله الأمين. الواحد بدأ برحب بأخوة مريم في فلادلفيا وبشكر الإخوان في سجل الأمة على الإتاحة الفرصة للحوار والنقاش. وأنا أفتكر إنه دي أفتكر إنه الناس الموجودة في برا السودان عندها فرصة أكبر من الناس الموجودة زي ما قالت أخوة مريم في الداخل، لأنه مهمومين بقضية المعاش اليومي وبقضية العمل اليومي في داخل الأحزاب السياسية، سواء كان المؤتمر الشعبي، حزب الأمة، الاتحاد المغربي، كل الأحزاب عناصرها شغالة في العمل اليومي. فده ما بيتيح لهم فرصة للنظرة المستقبلية زي ما قالت الأخت مريم. وبفتكر إنه وين حزب الأمة والأحزاب الأخرى في التنسيق سواء كان في الخارج أو في الداخل. في الداخل بفهم انه هم جمدوا عضويتهم في قوى الاجماع للشيء اللي حصل ده، لكن انا بفتكر انه وجود حزب الامه خارج المنظومه بتاعت الاحزاب المعارضه هي ذات اشكاليه. بفتكر انه المفروض يكونوا موجودين حتى يعني يتحملوا جزء من الاشكاليات الموجوده لتطوير المفاهيم في المؤسسات بتاعت المعارضه. انا بفتكر انه الثوره والتغيير بتاعنا اللي احنا دايرينه زي ما قالت الأخت مريم بتفق تماما معها إنه السلاح هو ما بيحل القضية، لأنه الجبهة الإسلامية جت للإنغاز بالسلاح يعني وما حل مشكلة 25 سنة من التراجع للخط يعني. لكن بفتكر إنه الحل الأساسي للإشكالية الحقيقية بتاعتنا في السودان إنه نحن دايرين مفاهيم جديدة ودايرين ثورة اجتماعية حقيقية في السودان ودائرين برنامج حد أدنى تتفق على القوى السياسية ودائرين الحرية لينا ولغيرنا بديل للإقصاء يعني. الإقصاء بأشكاله كلها جزء منها عشناه تجربة في السودان وجزء منها ممارسة وسلوك عند السودانيين الجنرال. أنا لا يمكن أن أقبل الآخر بأي شكل من الأشكال لأنه أفتكر أنه عميل وبتاجر بقضايا الشعب السوداني ولا هو طائفي ولا رجعي ولا غريب. لكن بفتكر انه الحد الادنى حقنا انه نحن نستمع لبعض اكثر وناخذ حد ادنى للسودان. يعني نحن الليله موجودين هنا في امريكا بيجوا ديمقراط بيجوا ريبوبليكان بيجوا جرين وريبا بيجي السياسه الامريكيه والخط الوطني والخط القومي محفوظ وموجود ويستمعوا لبعض ويعذروا بعض كقيادات في أخطائهم. لكن احنا اصلا ما قدرنا نتجاوز المظهر الشخصيه من العمل العام. دائما وي هاف تو فايند ا تارجت نعلق فيه شماعه نعلق فيها مشاكلنا. لذلك انا بتكلم الان وبقول انه مرحب للحوار يعني بين القوى السياسيه الموجوده سواء كان في فيلادلفيا او في امريكا وبنمر أيدينا بيضاء من غير سوء للحوار ثم الحوار ثم الحوار. وبفتكر إنه البلد دي برضو هزمت الناس يعني بمشاغل اليومية إنه الناس برضو ما تستطيع إنه تتواصل في الحوار يعني. لكن بفتكر إنه في كثير من آلات التواصل اللي الناس ممكن تستخدمها لإنه تقيم حوار حقيقي. النقطة الثانية الأخيرة يعني يا أخي أشرف أو جزء عزيز ما قال لك أنك صديقي عشان كده تدك فرصة الزيارة جدا. النقطة الأخيرة اللي بتكلم عنها هي المظهر بتاع الدبلوماسية الشعبية.
أنا بفتكر إنه الدبلوماسية الشعبية دي ذاتها هي ما ممكن تجي من فراغ، ولا ممكن أن نحن نتلمى خمسة سودانيين هسه هنا كده نقول ندور نقول والله نحن نتفاهم على الأفريكان دي، لكن هي عندها آليات، محتاجين لآليات حقيقية لأنه ننفذ بها الدبلوماسية الشعبية. والدبلوماسية الشعبية أصلا من بدري عند السودانيين الموجودين في الخارج دائما كانوا هم صغراء، وآخرهم الراعي اللي شفتوه كله في الوسط هو أحسن سفير من أي واحد فينا بالفاليو حقته بالمورال البينة. فأنا بفتكر إنه نحن محتاجين حقيقة لآليات نشارك فيها كلنا بالحوار ونشوف الشكل بتاعه وفي الطرق للتواصل مع الآخرين سواء كان هنا أو برا. وشكرا للفرصة. أنا شاكرة للأحباب والحبيبة الرؤى والمداخلات اللي تفضلوا بها، ويعني الحبيب أنا شاكرة للأحباب والحبيبة الرؤى اللي تفضلوا بها وكذا، ونحن زي ما قلنا بنناقش سويا عشان نحاول نصل لفهم مشترك من الباب ده. يعني كتر خير والحبيب أستاذ عوض على الكلمات الطيبة، وأنا بفتكر يعني القيمة الفعلا حاولت أشارك بها في اللقاء ده إنه نعمل شنو، والباب بتاع العمل أهم شيء. كلنا مركز عمل، كلنا مركز عمل، العمل ما في يدي الناس. صحيح في ناس بيكونوا بدل سيتويتد من ناس، لكن الآن السودان لم يعد فيه أنت تسأل وهو يجيب، ما في. وحول المصيبة خلى الناس كلهم في البلاتفورم بتاع الأذى والقدرة على الإذاء. أنحنا الآن في عالم فيه أي زول فينا بيقدر يتحول براه لقناة فضائية كاملة، بيقدر باليوتيوب بمختلف الوسائط في الانترنت. بالتالي دي حاجة فيها الآن في العالم قدرة الفرد ارتفعت بصورة. هل قصدوها بالأمريكان انديفيدواليزم دي يعملوها، قصدوها قصداً عشان يحولونا نفسياً كلهم لمحل هم أساساً اختاروه سياسياً، ولا ما قصدوا دي حاجة تانية؟ لكن دو فاكتو الوضع من القوة دي بتاعت أي فرد الآن ممكن فرد يهيد تنظيم كامل، ممكن بالقدرات المتاحة له بيصور almost free. عشان كده أنا قاعد أفكر معاكم في إنه كيف كل زول فينا ممكن يعمل شيء. لكن زي ما تفضل أستاذ الزين، ما زال زي في أي محل في العالم التنظيمات بالذات التنظيمات السياسية بالتأكيد بيبقى عندها من باب مجموعة الأفراد، الفرد الواحد اللي عنده القدرة دي هيكون عندها القدرة الأكبر. عشان كده بيبقى مهم الأسئلة اللي اتفضل بيها منظورنا شنو احنا في حزب الأمة مثلا. مسألة السلطة البديل شنو؟ بديله شنو المتاح؟ هيشبثوا بالسلطة ويقولوا لا والله انظلموا يبس يموتوا بس ونطلع نحن بجلدنا؟ ممكن ممكن، لكن منو اللي بيقبل لهم كده؟ المسألة بتاعت عفى الله عما سلف كتجربة في السودان جربناه ومشينا فيها كقوة سياسية كمجتمع سوداني، بنفتكر كان إنه ده الطريقة الأجدى والأكثر لغاية اتفاقية نيباشا. القرار كان ما عفى الله عما سلف، لكن الصمت التام على مسألة التصالح، صمتوا عنا بصورة كبيرة جدا ولفوا أن طيعوا البروتوكولات المختلفة. عشان كده هسي الآن الوضع في جنوب السودان مثلا كمسرح كان مهم جدا للعمليات الحربية من داخل المجموعات الجنوبية نفسها انفجر الليلة. وبالتالي ومن التجربة اللي عشناها
ما بيوسعنا بغض النظر عن حبنا ولا غضبنا من بعضنا البعض إننا نتكلم عن عفو الله عما سلف. يعني مسألة إنه العدالة مهمة كرسبي في الرسبي بتاعت السلام، ما عندنا طريقة نتعافى فيه، ما عندنا طريقة تسكيبي، لم يعد بذلك الوزن. نحن في حزب الأمة تمام أوير بالمسألة دي بصورة قوية جدا. عشان كده أول ما حصلت مسألة الجنايات الدولية تذكروا كلام في 2008، نحن قلنا بوضوح، يعني لما طالبت رئيس الجمهورية قبل كده ما كانت طالبت أحمد هارون وكشيب، لما جاء الكلام ده لأنه بيأثر بصورة مباشرة في مسألة قدرة النظام على إنه هي لا تدرجة اسمح بتغيير أو لا تدرجة اسمح بسلام حقيقي عم، لأنه العدالة بقت فيها مشكلة لأنه طالب زول متنفذ يعني في النظام. الكلام ده من أول طوال خاطبنا المجتمع الدولي ونقول يا أخوانا إنتوا كان حريصين على السودان ده من أجل سلام. العدالة مهمة نعم، لكن العدالة عندها ذراع آخر هو الاستقرار. كيف نعمل الرسبي دي؟ ده الكلام اللي كان الأساسي العمل فيه حزب الأمة ويرش، وطلع بفكرة الهايبريد كورتس، فكرة المحاكم الهجين، وده اللي تبناه طبعا أمريكي بعد ذاك في